السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الثانوية العامة. بعد ما عدينا امتحان اللغة العربية على أمان، أحب أطمنكم إن شاء الله إن هيتم توزيع درجات مادة اللغة العربية، وما تقلقوش طالما الامتحان جاي صعب هيكون على الكل إن شاء الله. نركز بقى في اللغة الأجنبية، نركز في امتحان اللغة الألمانية، إن شاء الله هيكون مصدر سعادتنا بكرة بإذن الله. ركز وذاكر وانسى اللي فات. طلبة وطلبات اللغة الألمانية معاكم إن شاء الله لغاية باب اللجنة، إن شاء الله أكون معاكم لغاية باب اللجنة إن شاء الله. النهاردة هنفتح بس مباشر على الساعة 6 كده إن شاء الله، معاكم لغاية الصبح إن شاء الله. مع أي استفسارات، أي حد عنده أي سؤال أي استفسار في المادة يجهزها ويبعتها لي، هبعت لكم الرابط إن شاء الله وكله يجهز أسئلته.